أنت لست سيء. عندما تتجاهل مكالمة تزعجك، أنت لست سيء. عندما تقول كلمة لا لأمر لم تحبه، أنت لست سيء. عندما تقطع علاقة تسببت لك بالحزن، أنت لست سيء. عندما تغادر مكانا دون ذكر الأسباب فقط لأنه لا يلائمك، أنت لست سيء. أنت لست سيء عندما تختار راحتك واستقرارك النفسي.